موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري، أهلا بكم. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها من خلال 126 مكتبا مخصصا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى الجمهورية بداية من اليوم السبت. حثت منظمة الصحة العالمية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة تفتك بدول العالم، حيث تم اكتشاف نوع دلتا من فيروس كورونا لأول مرة في الهند وانتشر الآن في 132 دولة. أدى 192,428 طالب وطالبة بالثانوية العامة شعبة علم علوم امتحان الأحياء، كما أدى 100,453 طالب وطالبة بالثانوية العامة شعبة علم رياضة امتحان الاستاتيكا، وذلك في اليوم 15 من امتحانات الثانوية العامة لعام 2021. علق الاتحاد الدولي لكرة القدم على خسارة مصر أمام البرازيل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل ضمن منافسات الدور الربع النهائي في أولمبياد طوكيو. وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال، مصر تغادر المنافسة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف وحيد. كشفت الفنانة نيلي كريم حقيقة الشائعات التي انتشرت مؤخرا وزعمت زواجها نافية ما تردد حول هذا الأمر، وأوضحت أن عقد قرانها متوقف على انتهاء تصوير مسلسلها الجديد وقدوم شقيقها من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة أنها لن تقيم حفل زفاف ضخم وستكتفي بعقد القران فقط. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.